السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في حلقة جديدة من كورس LabVIEW Interface for Arduino Tutorial. إن شاء الله النهاردة هناخد إزاي أقرأ أنالوج سنسور متوصل على الأردوينو وأعرض قيمته على LabVIEW. ممكن واحد يسأل يقول ما إحنا الحلقة دي شفناها قبل كده، النهاردة الوضع مختلف، النهاردة الكود هيبقى على الأردوينو وهظهر القيم على LabVIEW، أو بمعنى أصح إن أنا بشارك LabVIEW مع الأردوينو في الكود، يعني جزء بيبقى من الكود على الأردوينو وجزء من الكود بيبقى على LabVIEW. الحلقة دي مختلفة خالص عن الحلقات اللي فاتت. طبعا هنبدأ هنا معنا بوتنشيومتر بيبقى 3 اطراف، الطرف الاول ده هوصله بالخمسة فولت، الطرف الاخير هوصله بالارضي هنا بالبوردة، والطرف اللي في النص هنوصله على الانالوج انبوت A0. الكود اللي هيبقى على الاردوينو هيبقى الفويد سيت اب بتاعتك. هنا هعرض القيم على السيريال، هستخدم اللاب فيو كسيريال اعرض عليه القيم. فهنا في الفويد سيت اب هقول سيريال دوت بيجين، البودريت بتاعي 9600. طبعا هنا الـ A0 analog input، الـ analog input ما تتعرفش في مين في الـ void setup، ما ينفعش تتعرف. هروح للـ void loop هقول له analog read من A0 وهخزن القيمة في sensor value نوع int. طبعا قيمة sensor value هيبقى range بتاعها من 0 ل 1023 ان القيمة عندي digital. وبعدين هقول له serial.println sensor value، اطبع قيمة مين الـ sensor value على الـ serial. في الحقيقة أنا مش هطبعها السيريال، أنا هطلع القيمة على LabVIEW. كده الكود بتاع الأردوينو سهل وبسيط، تعال نشوف نعمل البرنامج إزاي على LabVIEW. هنفتح LabVIEW عادي خالص، File New VI، هنروح للبلوك دايجرام. عشان أشتغل بالطريقة دي لازم يبقى عندي LabVIEW بلاتفورم وعندي كمان الـ NI Visa، وإحنا قلنا إن الـ NI Visa إزاي أسطبها في الحلقات اللي فاتت. هروح بعد كده لحاجة اسمها Instrument Input Output. لو انت مسطب الـ NI Visa هتلاقيها موجودة هنا، فيزا اهي، هنثبت الويندو دي عشان هنحتاجها كتير، هتلاقي انت الفيزا اهي. طبعا لو انت عايز توصل GPIB او سيريال البلوكات اللي احنا هنحتاجها في الكود، هروح لسيريال ونحتاج حاجة اسميها Configure Port، دي اساسية. هروح بعد كده يبقى من السيريال هجيب Configure Port، وبعد كده هروح للمين للفيزا. الفيزا دي هحتاج منها ايه؟ اروح لحاجة اسمها Advanced، بعد كده اقول له اوبن عشان اعمل اوبن للبورت. بعد كده انا عايز اعمل ريد لان البوتنشيومتر متوصل على الاردوينو، الاردوينو هيقرا القيمه، الاردوينو هيبعت القيمه للافيو، فاللافيو مجرد ان هو بيقراها يبقى اقول له ريد. وطبعا انت فتح البورت لازم تعمله ايه؟ كلوز في الاخر. بنيجي هنا من السيريال نقول له كلوز، يبقى كونفيجر وكلوز، كونفيجر هنا وكلوز. دي بجيبها نقفل دي، هنجيبها من instrument input output، وهنروح لحاجة اسمها serial، هنجيب configure port و close، دي هتبقى البداية والنهاية. وهنيجي هنا من الفيزا نجيب read، او ممكن من السيريال تجيب read، وكمان من الفيزا advanced هنجيب open لمين وclose، موجود عندنا هنا برضو اهي في الفيزا. يعني براحتك ممكن تشتغل من الفيزا او السيريال، بس تجيب البلوكات اللي احنا قلنا عليها بالظبط. يبقى ادي كونفيجر بورت ده موجود في السيريال، والثلاثه دول موجودين في الاثنين سواء سيريال او فيزا. نفس النظام هنا، اول حاجه البلوك ده لو وقفنا عليه في حاجه اسمها فيزا ريسورس، رايت كليك اقول له كرييت وكنترول، ده عشان يحدد لي الكم اللي هشتغل عليه اللاب فيو. بعد كده البودريت كرييت وكنترول عشان احدد البودريت. عندي بعد كده باقي البنات مش محتاجها وما لهاش لازمه. بعد كده هنا الاوبن ده اللي هو بيعمل اوبن للبورت بتاعي، محتاج برضو الفيزا ريسورس هنا، وفي ايرور تحت نفس النظام فيزا ريسورس اوتبوت. وبعد كده الايرور نفس النظام برضو هنا، هتلقى فيزا ريسورس انبوت واوتبوت، بعد كده الايرور ان وايرور اوت، في كل واحد من البلوكات دي نفس المسمى. فانا ببساطه كده هرتبهم واقول له كنترول سبيس كنترول واير، يوصل لي كل الاطراف المتشابهه مع بعض. الاوبن كده خلصناه، نيجي للمين للريد. الريد هنا في بن اسمها بايت كاونت، اقول له كرييت وكونستانت. الفيزا ريد ده واتفقنا ان في بن او تيرمينال اسمه بايت كاونت، ده بيقول لك ان في كام بايت على السيريال او على الباص بتاعك. وليكن انا هقول له عندي 15 بايت، طبعا انت لو عارف عدد البايت يبقى كويس جدا، فانا هختار قيمه كبيره 15 وخلاص كده. بس طبعا لما هتختار قيمه كبيره طبعا بالشكل ده ممكن تعمل رن، يعمل ريستارت للجهاز او يعمل عندك مشاكل. فحل المشكله دي ببساطه ازاي؟ اقول له هنا سنكرونس ولا اسنكرونس. الاسنكرونس بتستخدم في حاله ان انت
بتستخدم السيريال مع اكتر من حاجة نفس السيريال، وكمان الداتا اللي انت بتبعتها بتبقى قليل. لكن السنكرونانس بتستخدم البورت بتاعك مع واحد بس وبتبعت داتا كتير قوي في نفس الوقت، فانا هستخدمه كسنكرونس. يبقى رايت كليك هنا واقول له ايه سنكرونس. دلوقتي هو اوتوماتيك هيقرا القيمه من الاردوينو، فانا عايز اعرضها عندي على اللاب فيو. اعرضها ازاي؟ القيمه اللي بتيجي من البفر او من الباص بتاعي او من السيريال بتبقى سترينج، اهو ريد بفر ده عباره عن قيمه سترينج زي ما هو ظاهر في الكونتكست هيلب عندنا هنا. احولها لديسيمال فاليو او قيمه تتعرض على جيج مثلا. ازاي؟ دي سترينج ما ينفعش تتعرض. فاول حاجه اروح لحاجه اسميها سترينج، بعد كده نمبر تو سترينج، واختار ديسيمال سترينج تو نمبر، يعني ياخد السترينج اللي جاي على الباص يحوله لنمبر. خلاص اهو بيقولك سترينج انبوت هنا، ده اوصله بالاوتبوت بتاع دي. وبعد كده ببساطه هنا ممكن اجيب جيج اللي هو هنا النمبر، اروح للفرونت بانل واروح جايب هنا جيج اقول له سيلفر، بعد كده نيوميريك واجيب الجيج بتاعتي. طبعا هتبقى يمين انديكيتور، فاختار انديكيتور اهو. القيمه اللي جايه اتفقنا بتبقى الرينج بتاعها من كام لكام، من 0 ل 1023. باجي اشد كده شويه عشان ايه يظبط معايا في القيم. من 0 ل 1023 يبقى هنا فعلا هيقرا من الاردوينو بتاعي القيمه اللي جايه من 0 ل 1023. اخد النمبر ده اوصله على الجيش بتاعتي. كده الكود انتهى. بس في حاجه بسيطه، ان انا جزء الكود ده عايزه يتكرر على طول دايما يقرا من الباص. ده انيشاليزيشن للباص بتاعي او للسيريال مش اكتر. فانا محتاج هواي اللوب واقول له ما انساش اللوب كونديشن، اقول له كنترول عشان يعمل ستوب. طبعا هنا ده كلوز، اتفقنا ده طرف الايرور في الاخر اللي في النهايه، ده عباره عن الايرور. حصل اي ايرور في اي مكان بيعمل الترانسفير، يعني الايرور حصل في دي هيمشي في الخط ده لغايه ما يوصل للكلوز، وبتقوم في الاخر يقفل البرنامج او يقول لك ان في ايرور في البرنامج. هنا الفرونت بانل بتاعتي، الكود انتهى خلاص. طبعا ده الستوب اللي بيوقف البرنامج. هنا ده البود ريت، وده بختار عن طريق الكوم. خلي بالك انا مش مستخدم مكتبه الاردوينو نهائي هنا، الكود موجود على الاردوينو واللاب فيو هطلع عليه القيمه كجرافيكال يوزر انترفيس. طبعا هنا القيمه لو عايزها كديجيتال اروح اقول له ديجيتال ديسبلاي. جبتها ازاي؟ كليك يمين بعد كده فيزبل ايتم، اقول له ديجيتال ديسبلاي عشان يطلع في القيمه ديجيتال. خلاص كده الكود انتهى. دي المقاومه المتغيره عندي ثلاث اطراف، في طرف هنا بالارضي والطرف الاحمر ده 5 فولت والطرف الاصفر ده على اي زيرو. ده البوتنشيومتر عندي بكل بساطه. طبعا انا هوصل اردوينو عندي، اردوينو ميجا طبعا او اونو مش هيفرق. هنحرق الكود في الاول على الاردوينو. طبعا هعمل في ريفاي منساش اختار البورد بتاعتي ميجا، واختار الكم اللي هو كم 4 زي ما هو متوصل كده مظبوط. اعمل ابلود للكود ال RTX وال RX نورت كده. اصلا لو فتحت السيريال من هنا كده هنلاقي بيعرض قيمة البوتنشيومتر حاليا 528. طبعا انا مش عايز اعرضها على السيريال اللي هنا ده، انا عايز اعرضها على اللاب فيو. فانت مستخدم في الكود هنا 9600، ده البود ريت، فلازم اظبط ده على مين؟ على 9600. رقم 2 اختار الكم بتاعي اللي هو كم كام؟ كم 4. بعد كده اقول ايه؟ رن هنا. بص كده رن اللي هو 528 اللي كانت على السيريال من شويه. هنبتدي نغير في البوتنشيومتر عندي هنا. هنلقى القيمه هنا على الجيج بتتغير معايا. من زيرو انا هوصل الماكسيمم اهو 1023. كده انا وصلت للزيرو، كده القيمه بتتغير معايا اهو. لو عايز اعمل ست ليها على 400 مثلا وليكن ادي 400 401. في نقطه مهمه هنا، لما تيجي تعمل ستوب للبرنامج ما تعملش ستوب من هنا من ابورت اكسكيوشن، لا تعمل ستوب من هنا. ليه؟ لان لو انت عملت ستوب من هنا بيزال الكم مفتوح عندي هنا، السيريال بيبقى مفتوح لان هو بيبقى داخل الهواي،
فانت بتعمل ابورت مره واحده، بيبقى مازال واقف عند الهوايل او جوه هوايل. لكن لما انا بعمل ستوب من البوتن اللي هنا ده، هو بيعمل ايه؟ بيروح طالع من بره هوايل، لان بيطلع بره هوايل، ويروح قافل البورت لان انت عامل له كلوز في الاخر. طيب نشوف هنا كده، بصوا كده، انا هعمل ستوب من هنا اهو، تعال كده. انا عايز اغير مثلا في الـ A0 دي اخليها A1 عشان اكد لكم ان الستوب اللي من هنا دي بيخلي الكم مفتوح. تعال نعمل ابلود كده، هيديني ايرور، بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الكم بتاعي invalid او الهاندل از invalid، يعني الكم بتاعي مستخدم، ما ينفعش انت تبعت عليه داتا. ده لا، عشان انت عملت ستوب من هنا، وده احيانا بيخلي البرنامج يهنج، فانت دايما اتعود تعمل ستوب من هنا. تعال نعمل رن كده، وتعال نعمل ستوب من هنا. عملنا ستوب من هنا المره دي، تعال كده نبعت على A1 برضو الكود، هنشوفه هيتبعت ولا لا. المره دي الكود اتبعت لان انا عملت ستوب من هنا. ستوب اللي من هنا ده بيقفل الكم بتاعي، لان هو بيوصل للاخر في البرنامج، لان ستوب بيطلعه بره هوايل، بيروح يوصل للداله بتاعت الفلوس دي، بيروح قافل الكم بتاعك. اتفقنا؟ يبقى اتعود دايما هتعمل ستوب من السويتش بتاع هوايل، ما تعملش ستوب من هنا. خلاص هرجع الكود تاني زي ما كان A0، نعمل ابلود تاني، بعد كده نعمل رن. تعال نغير كده عشان نتأكد ان البرنامج شغال اهو. في نقطة هنا ان السكيل بتاعي من 0 ل 1023. طب لو انا عايز اطلعه من 0 ل 5 نعمل ايه؟ اتفقنا نعمل ستوب من هنا، هنروح لبلوك دايجرام، القيمة اللي جاية هنا من 0 ل 1023، فانا عايز اعمل ايه؟ عايز جيش تانية، الرينج بتاعها من 0 ل 5، واقول له فيزابل ايتم ديجيتال ديسبلاي، ده وليكن ده جيج 2، ده الاسم بتاعها، واسميه مثلا الفولت. عايز احول من سكيل 0 ل 1023 لسكيل تاني من 0 ل 5 فولت. القيمه هنا موجوده على السكيل من 0 ل 1023، يبقى اقسم على الماكسيمم بتاعها 1023، بعد كده اضربها في الماكسيمم بتاع السكيل ده. الكلام ده شرحناه كتير في الفيديوهات السابقه. دلوقتي انا عندي قيمه هنا على سكيل من 0 ل 1023، عايز احولها القيمه على سكيل من 0 ل 5، بمسك القيمه اقسمها على الماكسيمم بتاع السكيل بتاعها واضربها في الماكسيمم بتاع السكيل اللي انا عايز احول ليه. اخد القيمه دي اقسمها على 1023، اروح نيوميريك واقول له اقسم قسمه ديفايد، بعد كده مين القيمه اللي جايه دي، هقسمها على كرييت هنا كونستانت 1023، بعد كده القيمة اللي هتطلع هنا numeric multiply اضربها في create و constant اضربها في 5، واوصلها على الجيج اللي انا عملتها دي هنا اللي خاصة بالفولت. كده انا متوقع القيمة اللي تطلع بالفولت. تعال شوف فرونت بانل هنعمل ايه دلوقتي. هنعمل run الكم، اتاكد ان هو صح. خلي بالك البودريت اللي هنا ده لازم يبقى نفس البودريت اللي انت مستخدمه في الكود، لو البودريت متغير هنا مش هيشتغل معاك. نعمل رن، هنلقى القيمه على الجيج اللي فوق بالديجيتال 609 بتكافئ تقريبا 3 فولت. تعال كده نوصل لزيرو، كده انا بوصل لزيرو اهو، كده زيرو فولت. ازود القيمه الديجيتال بتزيد والفولت بتاعي بيزيد كمان لغايه ما انا اوصل للماكسيمم. لما هوصل ل 1023 ماكسيمم هيوصل ل 5 فولت ماكسيمم. كده انا عملت ريد من الاردوينو طبعا، وعرضت القيمه على اللاب فيو. في ملاحظه مهمه هنا، انت مستخدم اللاب فيو كايه؟ كعرض للقيمه، يعني عن طريق السيريال. طب تعال كده لو حبينا نفتح السيريال بتاع الاردوينو هنا، مازال الاردوينو متوصل بالكمبيوتر بتاعي واللاب فيو عامل له رن. تعال نفتح السيريال هنا، بص كده بيقول ايه هنا اهو، بورت بيزي، يعني البورت بتاعي مخصص لللاب فيو، فما ينفعش تفتح السيريال بتاع الاردوينو هنا في نفس التوقيت، مش هيعرض حاجه. طيب هتلاحظ هيعرض القيم عندك على السيريال بتاع الاردوينو امتى؟ مش لما تعمل ستوب من هنا، غلط. لو عملت ستوب مش هيعمل حاجه برضو، مش هيعرض القيم على السيريال بتاع الاردوينو. لا
لازم اعمل ستوب من هنا عشان اقفل البورت بتاعي. كده انا قفلت البورت هنا. تعال كده نفتح السيريال هنا. هنا الاي يبتدي يعرض القيمة عندي، لان انا قفلت المين البورت عندي عن طريق ستوب ده، لكن لو قفلته من هنا ما كانش برضه هيطلع القيم على السيريال. اتمنى يكون فيديو النهاردة كان فكرة مبسطة وعجبكم. لو محتاجين افكار اكتر من كده عرفوني في التعليقات، ولو كان التعليقات او عدد الناس اللي محتاجة حاجة معينة كتير انا هسجل فيديو فورا وارفعه على القناة. شكرا جزيلا، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان تتابعونا في كل فيديو جديد. شكرا جزيلا.